أسماء، ما شاء الله حضورك منور. وبعدين قريبي على القلب. شكرا. وبعدين غنيتي كويس. بهنيكي لأنه أنت أول مشتركة، وعادة أول مشترك يبقى عنده التراك والخوف. ما عندي شيء أقوله، أقول له كملي، ما بدي أعمل لك مشاكل ولا أقول هلا. كتير كويسة. شكرا. 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 أسماء، كالعادة بحب صوتك جدا، بحب حضورك، بحب ثقتك بنفسك. ولو إن يعني كنت حاسة كده إن أنتي مش مظبوطة قوي دلوقتي، عينيكي فيها دموع جامدة جدا، بس مع كل أنتي أديتي حلوة قوي. شكرا. وأنا دايما بأؤيدك يعني. شكرا. أسماء، أول شيء اختيار الأغنية موفق جدا. يعني أنا لو كنت معاكم كنت راح أنصحك بهذا النوع من الأغاني. ثاني شيء، أنت خايفة بعض الخوف، بس هذا الخوف المطلوب. يعني في خوف يكون مطلوب للإنسان، مو حلو الإنسان يكون جريء زيادة على اللزوم. كنتي طبيعية، هذه طبيعتك من أول ما شفناك، وهذا شيء مميز فيك. بعدين حسن التصرف بالغناء، يعني أنت ما التزمتي باللي قالتها الست أم كلثوم بالغناء، غيرتي شوية، بس أنا شايف أن غيرتي بشخصيتك الغنائية. أنت هذا كمان يضاف لك من ناحيتي. أنا أشوف أنت كنت ممتازة جدا. شكرا. أسماء، بدي أقول لك أنه كأول ظهور أنت هلأ يعني مع فرقة مصغرة هيك قدام جمهور، أكيد المسؤولية بتكون أكبر من العادة يعني، والخوف بيكون أكبر. اليوم أنت كنت جيدة، ما راح فينا نقول كنت ممتازة. أنت طاقتك الأساسية ممتازة، بس بعد ما فرجتين عليها مزبوط. وإن شاء الله بالحلقات اللي بتجي من بعد تتوفقي وتضلي معنا بالبرنامج. أنا بعتقد أنه الجمهور راح يطرب كتير لوجودك بالبرنامج. شكرا. كتير موفق. برافو أسماء، برافو. يعني غنيتي كتير حلو، بس بدي أقول لك شغلة. أنا عرفت أنه صار لك فترة ما عم تنامي كتير منيح بالليل. ليه؟ لا غير مع احنا كنا عندنا بزاف ديال لي تروك افير، ومني كنوصلوا لذاك الوقت ديال الليل خصنا نوجدوا شنو غادي نديروا غدا. يعني خصك نبقى فايقه، وخصني نشوف. يعني حاولي مترجم صغير كده يبقى معاكي على طول. مترجم صغير كده يبقى معاكي على طول. اتكلم باللغه العربيه الفصحى اليافوية. انا هترجم. اوكي. انت مش عندي مخديه؟ تدخليها تفعلي؟ برافو استاذ الياس. ميرسي يا اسماء. شكرا. شكرا. المشتركة الثانية اللي هنسمعها أنوشكا موسى من مصر، واللي هتغني لنا أغنية مش كل حب للفنانة راحلة ذكرى. اسمي أنوشكا، عندي 17 سنة، مصرية. لما نجحت كانت الفرحة كبيرة قوي على ماما، ووقعت في الأرض والناس كلها اتلمت وكده فضحوني. أنوشكا هي هادية جدا، بس في سنة شقاوة شوية، بس إن شاء الله يعني هطلع أحلى ما عندي إن شاء الله. وأنا نفسي أكمل وأوصل للفاينل وكده، وأهلي كمان كلهم نفسهم يعني كمان أكتر مني، فمش عايزة أزعلهم مني وكده. أنا سبت دراستي علشان أجي هنا، بس يعني لو عجبتكم ياريت تصوتوا لي، يمكن عشان أنا أقصر واحدة في البنات صوتوا لي.